رجعنا لكم من جديد في الليكيب كان نحكي على كل ما يتعلق بالكان. اليوم أكيد ترشح منتخب نيجيريا هو الأول اللي يضمن مكانه في ثم النهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على منتخب غينيا 1-0. أيضا اليوم في المقابلة الثانية تعادل منتخب أوغندا، كذلك تعادل مع منتخب زيمبابوي، وحاليا المنتخب المصري يلعب مقابلته الثانية في الكان ضد المنتخب الكونغولي في ربع ساعة لعب التعادل السلبي مازال دون أهداف. هذا الكل أكيد مهتمش به الشارع المصري، اللي اهتم بقضية يمكن خليت المسار الكل يحكيوا عليها اليوم، قضية اللاعب عمرو وردة. مزيد من التفاصيل في الفيديو وبعد راجعين للتعليق. استفاق الشارع الرياضي المصري اليوم صباح على فضيحة كبيرة شهدها معسكر المنتخب المصري، فضيحة تحرش متسبب فيها اللاعب عمرو وردة بعد موقع نشر فيديوهات وصور محادثات شخصية ما بينه وما بين عارضة أزياء مكسيكية. لا قرار تربوي لازم، الأخلاق طبعا فوق كل حاجة، يعني الأهلي كان بيوقف نجومه علشان خاطر اخلاقهم، حسام حسن وابراهيم حسن وبتاع، ما كانش بيفرق معاه، ومنتخب مصر ما بيوقفش على حد. القرار اللي اخده الاتحاد المصري ان هم استبعدوا عمرو ورده عشان اي لعيب يفكر يعمل اي حاجه زي دي او يتعدى حدوده او يقل من سمعه المنتخب يستبعد فورا، يعني هو مش هيلعب منتخبات ثانيه. وممكن بس ياثر كعدد ان احنا قلنا عدد واحد، بس عمرو ورده مش لعيب مؤثر قوي يعني في المنتخب، يعني مش صلاح مش تريزيجيه. قرار الابعاد النهائي جاء من رئيس الاتحاد هاني ابو ريده، خصوصا وأنه اللاعب مش الأول مرة يتسبب في مشكلة كما هذه. 5 أيام التالي مع انطلاق الكان، اسم وردة يتجبد مع عريضة أزياء مقيمة في دبي، محادثات جديدة وتحرش، الموضوع يتسكر. والبارح من جديد ليلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، يقع نشر المحادثات الخاصة ما بين عمرو وردة والمكسيكية، مع العلم وأن الملاعب زادة كانت تعرض لحادثة مماثلة في 2017 في البرتغال بعد ما تم فسخ عقده دون لعب أي مباراة بسبب تورطه في التحرش بزوجات زملائه في الفريق. الحادثة هذه عرفنا واحدة أخرى مشابهة لها مع المنتخب الجزائري ولعبه أريس بالقبلة، اللي وقع إقصاؤه من معسكر المنتخب الجزائر بعد فضيحة الفيديو. بعض الجماهير الجزائرية ساندت القرار هذا، والبعض الآخر اعتبر الفيديو عادي وقرر الإقصاء مبالغ فيه باعتبار أنه لاعب عاش في فرنسا وسلوكياته هي سلوكيات أوروبية تختلف عن السلوكيات العربية. دونك يبدو أنه مصر على الغلط خالد المول، اللي عملها قبل في الإكيب متاعه وعمر وردة، عملها منذ أيام مع منتخب المصري مع العارضة المرهان، عاودها اليوم مع مكسيكية أيضا، وظهر لي عنده سوابق حتى في تونس قبل مع وقع طرده من المنتخب الأولمبي المصري ورجع لبلاده بعد ما حاول يمكن تخلي البيت سايحة فرنساوية. متعود ظهر لي مصر على الغلط اللعب هذا. ولين نحكيه على حالة مرضية، ماش نحكيه على إنسان عادي الحقيقة، واحد مازال كي سورتو الحادثه نتاع الكاس افريقيا دوما بدات كاس افريقيا، يعني فما صار ضجه في مصر ابروبو الموضوع هذا، هو ديجا عنده سوابق في الناحيه هذه. دونك باش يوريك الملاعب الحاله مرضيه ماهيش حاله عاديه، وسو كي سور وجوده في المنتخب ياثر على الباقي نتاع المجموعه. هذول اللي احسن قرار انه يبعدوه على المنتخب، اون اتوندون نشوفوا حل معاه، انه الملاعب راه فنيا عنده ما يقول في روحه، لكن تعرف المسابقات هذوما يطلبوا برشا تركيز. الواضح للاعب مش مركز على الكره، ولكن مركز على اشياء اخرى، دونك من احسن انه يتخلاو عليه ويكون عبره زاد لاصحابه. هذا نشوف موجودين راهم الحالات هذوما ان بو بارتو، لكن وقت اللي يولي فما انكسي وقتها يولي قلق. مالوريزمون عمرو ورده رغم الامكانيات نتاعو طاح في البياج، واحسن قرار نعودك تخلي المنتخب يتخلى عليه رغم اللي في تورنوا كيف هكا فنيا يستحقوه. دونك وليد خالد قال موجودين الانواع هذم بالملاعبين، انت مازلت تلعب، ما عرفش اسكو صحيح سورتو توا مع تطور ما يوقع التواصل الاجتماعي، اسكو صحيح فما منه بالملاعبيه هذا توا؟ والله مشوف هو موجود الحقيقه، راهو يصير معناتها مشكل مع هو بركه حتى مع الناس الاخرين الحقيقه، اما نتصور اللي كان يفدلك معناها هاك شفت وين وصلت، وكان هو حاب يقصر الوقت معناها باش يحكي مع بنيه في كومبيتيسيون كيما هكا مهمه وفضحته، معناها السيد هذا معناها ما ينجم كان يلاسيوم سي ريسبونسابيليتي، خاطر وراه شعب وراه ناس معناها
تحب المنتخب وداير يلعبوا في بلاده معناها تفادليك اماستا وما تليقش بيه. اكشفت معناها نتاع انا نتصور سبيانيات معناها خاطر هو كان جاي معناها ممكن ذكي شويه يأجل كانوا كما قال خالد حاله مرضيه ما يسالش يعدي الكوب دافريك ومن بعد يرجع يفدلك على روحه تحمل مسؤوليته حتى كان عنده دي كاليتي معناها ديما باش يبروتيجيو الجروب يفو ميو يكارتيوه باش يستحوذوا على المجموعه. سي عبد الباقي لاعب اكيد مهم في قائمه المنتخب المصري لكن الجامعه المصريه خذت ديسيزيون تاع الانضباط واختارت انها ترفض الانضباط وابعاد اللاعب هذا. انا نشوف الحكايه كلها اوترمون كلها كذب الحكايه وكلها تمثيل. كيفاش؟ شوف وقت اللي جي تعمل تظاهره ان ايفينمون تحضر له دي زوتي نتاع كومونيكاسيون نتاع تسويق. من جمله لي زوتي تخلق فضيحه. تخلق مشكله. تولي الناس كلها تحكي ولايا بالايفينمون هذا نتاعك بارمي لي زوتي. واعتقد انه عمر ورده مبوب لهنا ومبرمج الحكايه. ابو؟ اولا لانه السيد معروف ماهيش اول مره، كان مادام معروف بالسلوك هذا ما تعيطلوش اصلا في ليكيب ناسيونال واش تعيط له. إذا كان هو تكررت له الحكاية برشا مرات واش تعيط له في الجروب أنت باش بعد نحي. ثانيا مسألة تشات على واحد حكاية فارغة ما يطردش عليها ملاعبي بالنسبة لي. ما قعدتش أنا 24 ساعة أتعس على ملاعبي في كل دقيقة شعمل سي امبوسيبل. توا إذا كان هو فيقول حد بالك 23 ملاعبي الآخر بتاع مصر ما عندهم شيء وهاني أبو ريدة بيدو ما عنده شيء اللي وقفوا. بزايد هذايا. لا 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 أنا شوف لي شوز هكا هذه حاجة ما تستاهلش. انه جي طردوا من الكيب ناسيونال يا اما من المان ما تعيطلوش يا اما كيف جيت وصارت شاتا هو عرتزيه ولا هو وسحبته ولا هو هم واموره ما تكبرهاش تكبير الحكايه اليوم الناس كلها تحكي على عمرو ورده شنو هي حكايه عمرو ورده تهزك للكان شنو هي الكان تهزك مصر والكونغو اليوم فهمت الكل داخله في اطار عمليه التسويق بالنسبه لي انا مدرب المنتخب ما حشتوش به اصلا وجابوه غاديك وحطوا للرد معناها يضحي يخسر بلاصه في سبيل العمليه بالنسبه ما حشتوش به لا بروف والماتش الاول دخلوا تقريبا درجين الاخرانيين ماهوش مش قاعدين يستعملوا فيه فهمت استعملوه في القضيه هذه بوان لين شنو اش عمل عمرو ورده اليوم اش عمل حكايه هو مراه في التليفون شنو المشكل شنو المشكل حكايه هو صاحبته صاحبته سيدي شنو المشكل وين البروبليم هل لانه هذا تجاوز جاب دخل دبوزه لبيته وقعد يشرب وجاب معاه نساء واحد ما عملش حاجة كي من هكا يفهم أكثر من هكا مش فما أكثر من هكا قاعد يقع في منتخبات كبيرة وفي منتخب المصري مش حكاية هو فما حاجات في الفيديو ما عرفتش شفته ولا فما حاجات أكثر من أنه حكاية ايش عندي فيها هذه فيديو سيدي معناها حاجة فيرتوال هل أنه وقته معناها هو في الوقت هذاك موجود في بيته شاد التليفون وشاد يعدي في تصاور ايش عندي فيه نقعدش ناس عليه أنا وقت يرقد وقت يقوم قوم صلي الفجر قوم أرجع أرجع كذا واحد ملاعبي هذا بشر عنده علاقات وعنده أصحاب وعنده صاحبات وعنده جو فهمت الفو سافوار اون كادريسا كيفاش الشيء هذا شوف احنا خالد بدر المره الاخرى خرج لنا في البلاتو قال اعترف بها قال في الميتون عمل سيجار صحيح ولا قال في التلفزيون في التلفزيون التونسيه بالنسبه لنا اللاعب ما لازموش يتكيف مي خالد بدر كان يتكيف وما يعطيك دوزيام ميتون باهي الا ما يعمل سيجار نتاعو شنو نعملوا نحيهم ليكيب ناسيونال هي في الجيل شويه اما هو قال الحقيقه اللي موجوده هي افكتيفمون انا نحكي لك معناها ثم عيوب نسميه عيوب بين قوسين موجود عند البشر الكل اولهم هاني ابو ريده بيدو اللي نحام ليكيب ناسيونال فهمت هو اكبر مصيبه في الكره المصريه هي ابو ريده قبل عمرو ورد في انا بالنسبه لي حكايه تسويقيه حكايه نتاع بوز نتاع حكايه فرق سيدا تشاتا سي عبد الباقي كي يقول لك معناتها ماهيش ما يستحقش معناها جوست تحكيم مع ملاعبي في وقت كومبيتيسيون بقيمه كاس الفريق اللي بعول عليها مصر تنظمها في بلادها نحترم اللي قالوا لكن نعتبر اللاعب ديبيل مونتال تعرف علاش ديبيل مونتال على خاطر الانتيليجونس نتاع اللاعب اذا انا جوار وانتيليجون ما نخليش الناس توظفني باش يستعملوني في حاجه اخرى خاطر يلزمني اذا انا عندي اوبجيكتيف اني كرويا نكون في مستوى معين ما نخليش كسوا مؤسسه ولا بلاد ولا اوتي ولا كوميونيكاسيون توظفني طيب في البيش فوالا هذه انا نحكي على اللاعب تو سي ان ديبيل خاطر ما يعرفش كيفاش اثنين المسؤوليه مش مسؤوليته هو مسؤوليه التاطير مش وقتها يرحم بوك خاطر التاطير من المفروض اذا عندك سوابق انت في المنتخب كما قلت انت من المنتخب الاولمبي في تونس يعني فين هي متابعه المنتخبات بالنسبه للاداره الفنيه المصريه باش تعرف وتبوب وتحط كل لاعب شنو هي الشيء اللي عمله في المعسكرات اللي عيطوا له قبل وبعد وبعد وبالتالي حتى تقييميا كان من المفروض حتى ولو انه الناخب الوطني جديد هذا معاهم وما يعرفش الشيء هذا كل يكون عنده رابور فيه
ماضي تاع كل لاعب باش ينجم يعود عليه وربما يفرض بعض انواع الديسيبلين في المعسكرات الجديده اللي عملهم هو. فالعمليه كانها تكون استباقيه حتى ما تصيرش الاحداث اللي توا نسمعوا فيها في مصر، مش كان هذا واللي قبلها من ثلاثه ولا اربع ايام من الناحيه هذه. فانا شو نقول؟ نقول الخطا هو انك في التاطير كناخب وكاداره فنيه وكاطار اداري وفني وطبي بالنسبه للمنتخب المصري، من المفروض الشيء هذايا تستبقه قبل مده كبيره. ما له هو التحضيرات شنو كي تعمل دي ماتش اميكو؟ مش كان راهو باش يتفرج على ساعه ونص تشوف جوارات يلعب وتقول والله بالكدا عملوا ماتش اميكال باهي. سي انيسيي ولا تعود اللاعبين على نمط عيش اللي هو عيش الدوره. كيفاش باش يعيش؟ باش يعيش في محيط معين تاع 23 لاعب هم يشوفوا وجوه بعضهم، باش يقلبوا باش يقوم. دونك سي سا لو بريباري ان ايفينمون اونتر اوتر الحشية هذوما اللي يصيروا في الغرف ولا يصيروا عن طريق الكوميونيكاسيون الكل. مانو الحدث في حد ذاته اللي صار، يعني الكوميونيكاسيون اللي صارت، وهنا نتعرض مع خويا عبد الباقي، لانه الكونتينيو كي تقرا وتشوف سي ان بو غراف. يعني وصل نقولوا احنا تعامل جنسي بال فهمت. فهنا يعتبر حتى القانون في بعض اجزاء ينجم يعاقب عليه، فهمت. يعني ملخص الحكايه دو شوز، جوار بالنسبه لي انا ديبيل، ما قيش كلمه بالعربي، ديبيل مونتاج ساذج. ساذج ساذج لانه يعمل اشياء من غير ما يفكر. واثنين اللي يتحمل المسؤوليه الكبيره هو التاطير، مش فقط في الفتره هذه ما قبل. اما اللي نحاه نحاه راهو هاني بوريده، واللي نحاه ما نحاوش لونترونور اولا. ثانيا ديسيزيون ايديال، نفرضوا انه اللي عمله عيب، واش نسوقوا فيه بالشكل هذا؟ واش نخرجوا فيه؟ يا خويا تستر مستر اللي خرجوا هي يا خويا تضرب الضحيه هي اللي خرجتها في عبد الباقي. الضحيه هي المكسيكيه وكذلك العاب هي اللي خرجوها. تنطفي وتضوي الضحيه غلطه وتكذب عليه. خرجت الاعلام دونك هما ما ينجموش البروتيج كيفيه توظيفها بعد في الاعلام نتاع هو اون لو كوندان وكذا واحد فهمت خذت اون بلور كبيره. كي كنت تنجم تتعامل معه اوترو مون هو تو مستقبله في المنتخب المصري معناها شنو السيد هذا؟ هو مش مستقبله هو طول عمره هكا. واش معيط له؟ ماني قلت لك من الاول واش تعيط له انت؟ كي عيط له تعرف عنده الحكايه هذه، عنده صاحبات هو معناها عامل فيها ستار وعامل فيها فرحان بروحه وشبيب وشعر واحد، ما يساعدكش البروفيل هذا ما تعيطلوش. كيف ولا تعيط له وتاثروا وتاثروا تاثير يخلي الشيء هذا ما يخرجش. صحيح اللي هي اول واخر ديفياسيون باش تصير في المنتخبات العربيه سورتو. صارت مع مصر جوستومون باش نكمل معاك. مع مصر قبل في كاس للقارات في جنوب افريقيا، صارت مع المغرب وخرج جيريتس قال عمري ما ريت انا ملعب. كل ايفينمون تصير حوايج هكا. في اوتيل تابل دو بوكير حتى الاربعه نتاع الخمسه نتاع الصباح. حاجه ضيوف 2004. حاجة ضيوف هنا 2004. حاجة ضيوف. ديجا في الفيتير ايمن حكى على لاعب منتخب الجزائر لقاء اقصاء قبل الكان. كيف من لي كوليس ايضا في الكان ايضا ملاعبي يمكن اقل بوليميك لاعب منتخب الوطني التونسي يوسف المساكني، حكايه اثارت البوليميك اليوم واللي هي انا حضرت لها انا باش فوالا تو فكرتني خالد. في 2008 سكننا احنا والمنتخب السنغالي فرد اوتيل في مش اوتيل هو يعني فرد سكن الاربعه والخمسه نتاع الصباح. اللاعبين نتاع السنغال ينزلوا ويشربوا وتسمعهم في الصباح فجره. اي متعود انا شاهد على متعودين. اي دونك كما كنت نحكي يوسف المساكني صوره اثرها على الانستغرام نتاعو صحبه زوجته وبنته في ستاج نتاع المنتخب الوطني التونسي، اثرت كيف بوليميك. نشاهدوا فيها صوره قدامنا على الشاشه. سي عبد الباقي اللاعب قال قديمه تصويره وهبطت بون هي في اللوكيزاسيون نتاعها في العين السخنه في مصر توا، ما نعرفوش صحيح قديمه ولا جديده، لكن هل انه اتصاليا يوسف كان عليه يعمل بوليميك هذه ويهبطها في الوقت هذا بالذات؟ والله ديما انا عندي موقف انا بالنسبه لي الملاعبي راهو ماهوش دجاجه مش تحصرها في قفص. راهو الملاعبي بشر، راهو عبد. جيست الحالات هذه نقدريها برا نقفوا معاه. هو ديجا كي هبطها معناها مش 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 مهبط حاجه خايبه معناها بو مرتي وين بروبليم؟ ما هيك العام شكون في المونديال جيب نسيهم الكل قال لهم يجيو مع الملاعبيه سكنوا مع رجالهم في البيوت بتاعهم. بالعكس الجوار سو سون بلو دي كونتراكتيل سو سون اليز معناها شنو المشكل؟ عايش مع مرته وبنته معاه بون تبارك الله عليهم ربي بقى عليهم الستر ربي وربي معاهم ما ثم حتى مشكل. راهو من راهو اذا ستاج عمره ما كان ربطيه، ستاج عمره ما كان حبس. بالعكس ستاج اذا كان تلموا في ستاج راهو يلزم
في الستاج هذاك الملاعب يحس بروحه دي كونتراكتي لو ماكسيموم بوسيبل. فما كونسونتراسيون كوميرس يا عبد الباقي، فما كونسونتراسيون كوميرس. كونسونتراسيون مش معناها راهو انك تعبس وتقعد عايش هكا وداخل بعضك. الكونسونتراسيون يدخلوا يشطحوا زيمبابوي وكامرون هكا داخلين الفيستيريا وتشتيح وكذا وجو مسجله واحد، هذه كونسونتراسيون زاد. مش الكونسنتراسيون انك اسكت ريض اقعد ما تحركش ما تمشيش ما تخرجش ما تصورش مش هذه كونسنتراسيون. شوف سي عبد الباقي باش سو كونتراكتي دون ان ستاج راهو متفاهمين، اما اون جروب اون جروب متفاهمين يعني باش واحد تقول لي باش يكون ايزولي ومع عائلته في وسط ستاج راهي كمان ما خذا تصويره مش 4 ساعه حدا مرته وكذا صحيح هي الحقيقه يعني التصوير ما نعرفوش ما نعرفوش ما نحكي في حاجه ما عرفتش. اما خرج بوليميك زايده كنا لازم نتجاوزوها ولا الاشكال تاع الكونت صحيح اون بلوس. لا لا كونت صحيح انا من رايي اسلام كان صحيح معناها 100% معناها احنا عندنا مشكله عقليه نجم تتعدى واحد ياخذها كيما نجم يقول لك اخي باش لاهي ولا تفرد مع عائلتك ولا لاهي بالكان وكل كلام وندخلوا عليه. ويوسف في مركي نهار جمعه بونت وتو يولي يوسف مساكني احسن لاعب في افريقيا وكذا صحيح. كان باش ناخذوها من الكوتي نتاع هي قديمه بوليميك معناها زايده ومعناتها والناس اللي ما عندها ما تعمل معناتها ماذا بينا خطاونا من الفيسبوك. مش كان هذه وليد يوسف ناشط على انستغرام قاعد داخل حتى في جدال مع محب واحد اخر نشوفوا تصويره كيف كيف على الشاشه ما عرفش كاني زايد الحكايه سي رضا ما عرفش من يوسف. شوف انا نشوفوا التصويره قاعد يحكي كان محب يستفز هو ياما. لا خلينا نقول لك حاجه الاحداث هذه علاش مشكله واش نقول لك علاش مشكله اذا صحيحه ووقت كان لانه عندك 23 لاعب اذا كل واحد فيهم باش يعمل لك ان ايفينمون من النوع هذا وتعديه تولي لك مشكله كبيره لانك تو فاجيري ان جروب والجروب يلزمو فما ايكيتابيليتي في العيشه نتاع الجروب ما تنجمش واحد تسمح له تقول هذا ما يسالش والاخر لا وانت راهو سي تري امبورطون تبقى انا مع انك ما تكونش مكبوس ومتكبس عليهم دو فاسون اسكو تخليهم في وضعيه مكبوته لا ابدا بس ما فماش تجاوزات تكون توصل لحده انك تكون معناتها شكل فيه نوع من التعدي على الاخلاق او التعدي على هذا ما تنجمش ما تنجمش ثم خاصه احترام لافي دو جروب عيشه المجموعه نتاع 23 على الاقل في الفتره هذيك خارج الفتره انت حر تعمل اش تحب لكن وقت التربصات tu dois respecter un groupe في الاكل في العيشه في ما سي كوا تربص المعسكر شنو هو انك tu respectes des règles de jeu ولا des règles de vie في فتره معينه مغايرين لعيشتك اليوميه sinon ça sert à rien un stage تولي خلي في داره ويجي وقت اللي حبه يا با سوسي فهمت. نمشيو فاصل وبعد متواصلين في الليكيب كان نكملوا بقيه الفقرات نتاعنا.